هذا البرنامج برعاية زين. أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم معنا في جلسة الأعمال لهذه الليلة. أنا مؤمنة فاعور سأقدمها لكم، ونبتدأ كالعادة بجولة حول أبرز العناوين. الكويت تطرح سندات دولية قيمتها 9 مليارات و900 مليون دولار مطلع عام 2017. أرباح إعمار العقارية تقفز بنسبة 36% في الربع الثالث. 11 مليار و750 مليون دولار حصة روسيا في روزنفت. أهلا بكم مشاهدينا. ارتفعت أرباح إعمار العقارية في الربع الثالث بنسبة 36% لتصل إلى 1,145 مليون درهم إماراتي، مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من 2015 والتي بلغ 843 مليون درهم. حققت إعمار خلال الربع الثالث من 2016 إيرادات بقيمة 3 مليارات و846 مليون درهم بنمو نسبة 16% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2015 والبالغة 3 مليارات و329 مليون درهم. نبقى في النفط، حيث نفى وزير البترول المصري طارق الملا في حديث خاص لسي ام بي سي عربية على هامش معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول، نفى الأنباء التي تحدثت عن زيارته إلى طهران، رافضا التعليق في نفس الوقت حول موعد استئناف واردات البترول السعودية إلى مصر. متى من المتوقع استئناف يعني الصادرات أو الواردات من السعودية؟ لا تعليق. ماذا عن زيارتكم إلى إيران؟ الكل يتحدث، هناك تخبط في الإعلام. أنا موجود معكم في أبو ظبي، بحضر أديبك أكيد، وليس لدي تعليق أكثر من ذلك يعني. وبالتالي ما هو حجم الاستثمارات التي من الممكن جذبها لقطاع البترول في مصر؟ إحنا الحقيقة انتهينا السنة اللي فاتت اللي إحنا عندنا عام المالي 15-16 باستثمارات 7 مليار دولار، ومتوقع أنها تبقى في العام القادم في حدود 8 مليار دولار بإذن الله، وثلاث سنين هيبقوا 30 مليار دولار، ثلاث سنين الجايين يعني. تعتزم شركة النفط العمانية توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية للشراكة في مصفاة الدقم بسلطنة عمان، وتعتبر هذه المصفاة جزء من منطقة صناعية واسعة تعد أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة يهدف لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط. تعتزم روسيا بيع حصة الدولة في شركات الخدمات النفطية روزنفت، حيث وصلت قيمتها إلى 11 مليار و750 مليون دولار وفقا لما صرح به وزير الاقتصاد الروسي. وبموجب الخطة فمن المقرر أن تشتري روزنفت نفسها حصة الدولة البالغة 19.5%، بحيث تدخل عوائد عملية البيع إلى خزينة الدولة في 15 من شهر ديسمبر المقبل من خلال التوزيعات النقدية لشركة الطاقة الحكومية القابضة روزنفت غاز التي تملك روزنفت حصة فيها. وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقدا للغاز مع كل من شركة توتال الفرنسية وشركة البترول الوطنية الصينية، وذلك بشأن المرحلة الثانية لحقل بارس الجنوبي. ويعتبر هذا الاتفاق مبدئيا، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقد النهائي مطلع العام القادم. وما زلنا في النفط مشاهدينا، حيث تخطط شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك وشركة أوكسيدنتال البتروليوم لتوسيع منشآتهما الحصن للغاز بزيادة طاقة المعالجة 50%. وتوقعت أدنوك أن تدخل التوسعة الجديدة حيز التشغيل قبل انتهاء خطة الخمس سنوات ضمن استراتيجية أدنوك 2030، والتي تم اعتمادها مؤخرا من قبل المجلس الأعلى للبترول.
هذه المرة مشاهدينا للبنك المركزي المصري الذي قال إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش في 11 من شهر نوفمبر تشرين الثاني طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات. وتفاوضت مصر على القرض في أغسطس آب لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية، لكن الاتفاق غير نهائي بعد إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين 5 و6 مليارات دولار. هذه المرة إلى السعودية، حيث يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية. وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لإتمام إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا السيد فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية. أرحب بك معنا سيدي الكريم، لنتحدث أولا عن العوائق التي تخللت يعني مواجهة العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لدفع المستحقات لمطالبيها. ما هي هذه أو أبرز هذه العوائق؟ أسعد الله مساءك ومساء المستمع الكريم بكل خير. الحمد لله، نشكر خادم الحرمين الشريفين على الأمر بالصرف مستحقات التي مسجلة لدى الوزارات الآن. العوائق كانت من ضمن هذه العوائق تأخر الصرف، تأخر جدولة الصرف. كما تعلمين أن الاقتصاد السعودي ولله الحمد جزء من الاقتصاد العالمي، نزول البترول وانخفاضات الإيرادات سببت فجوة في قطاعات كثيرة ومنها قطاعات الإنشاءات. قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية مر بالتسعة أشهر الماضية بنقص في تدفقات السيولة في هذا القطاع الضخم. المملكة كما تعلمون قارة كبيرة لديها مشاريع ضخمة في 10 سنوات الماضية، مما سبب عدم التدفق، ضعف في الإنتاجية، ضعف في إنتاجية المصانع، ضعف في إنتاجية الطلب في حركة السوق. استبشرنا خير البارحة في القرار الذي صدر لصرف مستحقات المقاولين. طيب، ما هي حزمة الحلول والإجراءات التي اتخذها المجلس؟ يعني كان من ضمن الخبر أن هناك سيتم إطلاق منصة إلكترونية، ولكن كيف ستعمل على سداد المستحقات؟ الخبر اللي وصلنا، المنصة عملت تنسيقيا مع المجلس الاقتصادي ومع وزارة التخطيط ومع وزارة المالية لحصر جميع المبالغ المستحقة في جميع الوزارات وضخها في خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. في نفس الوقت المنصة تراجع جميع المشاريع القائمة وأولويات المشاريع وأهميتها في المملكة العربية السعودية. هل هذه المشاريع القائمة مهمة وأهم؟ فالمشاريع الصيانة والتشغيل ومشاريع عدة، هذه من المشاريع الأولوية في ضخ السيولة للعام القادم لها. في مشاريع التنفيذية حسب المشروع التنفيذي، إذا كانت المشروع أولويته في التنفيذ وفي سرعة تنفيذه، فأعتقد في الضخ الصرف في العام القادم هيكون جيد وتدفقاته جيدة. الترشيد في الإنفاق في السنة القادمة يشمل العقود الجديدة، إيقاف جميع العقود الإنشائية الجديدة التي ليس لها أولوية ضرورية في هذه السنتين. في نفس الوقت يشمل الترشيد مشاريع قائمة ولها جزئيات متبقية لا يستفاد منها، إيقافها حتى سنوات أخرى لتنفيذ هذه المشاريع. المقاول السعودي في المملكة العربية السعودية لديهم مستحقات كثيرة في الوزارات. ما هي الأولوية في هذه المستحقات؟ المستحقات التي في أعمال قائمة
بقي عليها 80% و70%، اعتقد ان هذه من الاولويات انجاز هذه المشاريع وتسليمها للاستفاده منها في المواطن. المشاريع تحتاج الى مدد زياده، تحتاج الى مده طويله. في زعمي في المنصه ان سوف تاخذ حيز في التمديد وحيز في التدفقات الصرف العام القادم. كل ما ابهجنا هو حصر جميع المبالغ الان موجوده في الوزارات وصرفها، هذا هو أهم شيء عندنا. يعني السداد لن يساعد باستئناف بعض المشاريع المعلقة، كما ذكرت سيكون هناك أولوية لبعض المشاريع أن يتم إيقافها أو حتى استئنافها، هذا صحيح؟ هذا في مشاريع لها مكملات في التنفيذ هتوقف، مشاريع يستفاد منها حين إنهائها هتنجز. نعم. كل هذا إعادة صياغة هذا الأمر. يعني الضخ السيولة في البلد هتعمل على تشغيل المصانع، تشغيل النقل، تشغيل القطاعات أخرى، تشغيل عدة مجالات، التجزئة، تجارة التجزئة، التجارة البينية. فأعتقد أن قرابة 100 مليار اللي هتضخ في هذه الأيام سوف تعمل حركة لإعادة صياغة السوق إلى وضعه الطبيعي في العام القادم، في 3 شهور العام القادم. نعم. حتى صدور الميزانية. طيب سيد فهد، يعني ما هي الأولوية للسداد وكم ستأخذ فترة السداد؟ يعني هل ستكون في غضون السنة المقبلة مثلا أم ستأخذ عدد من السنوات؟ بالنسبة للأوامر الصرف التي وصلت وزارة المالية وكانت مترددين فيها هل هي ربع 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 أو كذا، أمروا بالصرف فيها حالا. المبالغ التي لدى الوزارات الآن أمروا بحصرها ورفعها خلال 3 أيام القادمة للتمكن من صرفها. هذه كل هذه المستحقات تفوق 100 مليار. نعم. إن شاء الله حسب الوعود اللي سمعناها من المسؤولين ستصرف في 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 في, في الشهر القادم خلال قبل تقفيل هذه الميزانية. مددة الميزانية إقفال الصناديق في الميزانية إلى 15/3، شهر ونص من الآن. كنا متخوفين في القفل في الأسبوع القادم كالتعليمات السابقة، ولكن خادم الحرمين والمجلس الاقتصادي جزاهم الله خير مددوا لمدة شهر آخر لتمكن الجهات المعنية بحصر جميع هذه الإجراءات ورفعها إلى وزارة المالية في غضون 3 أسابيع إلى 4 أسابيع القادمة. طيب هذه الإجراءات هل ستعملون على سداد المستحقات التي تبدأ من بعد هذا السداد؟ يعني إذا ما كان هناك مشاريع أخرى وهناك مطالبات من قبل المتعاملين أو المستثمرين، هل سيكون السداد أول بأول أم سيكون الاستراتيجية على ما هي عليه الآن أن تؤجل بعض الدفعات إلى وقت لاحق بعد انتهائها مثلا؟ أنا في منظوري الشخصي أن هذا التوقف وهذا الاستمرارية تعمل لكل رجل أعمال في المملكة العربية السعودية إعادة صياغة برنامجته للعام القادم. نحن في المملكة العربية السعودية ولفنا في السنوات الماضية على سرعة التدفق، سرعة الالتزامات، تكبد التزامات كبيرة، ولكن في حالة صرف هذه المبالغ خلال الشهر القادم والشهرين القادمة سوف يكون كل رجل أعمال في المملكة العربية السعودية في مجال الإنشاءات هيعيد صياغة تدرجه المالي للتمكن من الصرف. في نفس الوقت المنصة اللي ذكرها خادم الحرمين والمجلس الاقتصادي هتعطينا الرؤية كيف هيصرف على هذه المشاريع لنتمكن من عمل قولبة تنفيذ مشاريعنا حسب ما تراه. نعم. الجهة صاحبة الاختصاص في هذا المشروع وحسب تدفقاتها المالية. نعم، وأشكرك سيد فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم. مشاهدينا نبقى وإياكم إذن بعد الفاصل مع هايبرلوب 1، يقطع المسافة بين دبي وأبوظبي ب 12 دقيقة فقط. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير المالية الكويتي إن بلاده ستتوجه للأسواق الدولية مطلع العام المقبل لطرح سندات قيمتها 3 مليارات دينار، أي ما يعادل 9 مليارات و900 مليون دولار، وسيكون الإصدار مطلع العام القادم. أشار الوزير إلى أن الإصدارات الجديدة لأدوات الدين العام بلغت 1.380 مليار دينار منذ أول أبريل نيسان وحتى 19 من شهر أكتوبر تشرين الأول. We'll be right back.
كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني عن تراجع مبيعات قطاع العقار السكني في الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2009. سنتابع وإياكم المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تراجعت مبيعات العقارات المحلية في الكويت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 27% على أساس سنوي وصولا إلى نحو 1,700,000,000 دينار، في حين تراجعت المبيعات في الربع الثالث من 2016 بوقع 39% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بنك الكويت الوطني أضاف في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلي أن هذا التراجع نجم عن تزايد التكهنات حول ارتفاع أسعار الخدمات في العام المقبل، فضلاً عن استمرار الضغوطات على ميزانية الحكومة، مشيراً إلى أن عدد الصفقات العقارية تراجع بدوره أيضاً بواقع 24% على أساس سنوي. مبيعات القطاع العقار السكني سجلت في الربع الثالث من العام الجاري أقل مستوياتها منذ الربع الثالث من العام 2009، مسجلاً 568 صفقة، متراجعاً بواقع 20% على أساس سنوي، فيما تراجعت قيمة المبيعات إلى 188,000,000 دينار بواقع 27%. تقرير بنك الكويت الوطني أوضح أن وتيرة مبيعات قطاع العقار الاستثماري استمرت بالاعتدال في الربع الثالث لتستمر قوة مبيعات الشقق في تصدر حركة نشاط القطاع، إذ بلغ إجمالي المبيعات ربع السنوية بنحو 156,000,000 دينار في الربع الثالث، متراجعاً بواقع 42% على أساس سنوي. التقرير أشار إلى أن قطاع العقار الاستثماري شهد ضغوطاً نتيجة توقعات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات في النصف الثاني من العام القادم بواقع 7-10% من قيمة الإيجارات في المتوسط حسب حجم الاستهلاك. تراجعات وصلت إلى مبيعات قطاع العقار التجاري التي سجلت أقل مستوياتها ربع السنوية منذ عامين، إذ تم تسجيل 14 صفقة في الربع الثالث ليصل الإجمالي إلى 40,300,000 دينار. ذكرت شركة هايبر لوب وان إن أول قطار هايبر لوب في الإمارات سيقطع المسافة بين دبي وأبوظبي ب 12 دقيقة فقط، كما سيختصر القطار المسافة الزمنية بين دبي والرياض إلى 48 دقيقة، وبين دبي والدوحة إلى 23 دقيقة، وبين دبي ومسقط إلى 27 دقيقة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد جوش جايغول المؤسس المشارك لشركة هايبر لوب ون. رحب بك معنا سيد جوش. يعني واو، تجربة جديدة ويعني أحدث الأنواع القطارات قد تستغرق دقائق معدودة للوصول إلى مدن أخرى. كيف بدأتم بتأسيس مثل هذه الشركة؟ قبل هايبر لوب وان كنت أعمل في مجال تصميم الصواريخ، وبالطبع الجميع يرى كيف تنطلق الصواريخ وتنطلق بسرعة البرق، ففكرت بأن أقوم بنفس الطريقة، فأنا لي كمهندس هذا فعلا كان مثيرا للاهتمام لتجربته في القطار. هذه التكنولوجيا كيف عملتم عليها؟ كم سرعة القطار حتى تأخذ يعني دقائق معدودة للوصول مثلا من دبي إلى أبو ظبي؟ بإمكاننا أن نزيد من السرعة لتصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، ونفعل ذلك عبر التوزيعات ودمج أنابيب المنخفضة الضغط الخالية من الهواء التي يتم ربطها، وبالطبع هذا يسمح لنا بزيادة السرعة. السرعة بالطبع لا تختلف كثيرا عن سرعة الطائرة عند الإطلاق، تشعرون بالانطلاقة ولكنكم تسجلون في غرفة فيها كل الميزات وتشعرون براحة كبيرة، ولذلك هذا فعلا تجربة مثيرة للاهتمام أن تجلسوا كما ولو كنتم تجلسون في المنزل وأنتم تنتقلون بين دبي وأبوظبي في غضون 12 دقيقة.
طيب قد تكون السرعة هي ضعف سرعة الطائرة، يعني بدل أن أصل من هنا إلى الرياض بساعتين بالطائرة سأصل بأقل من غضون ساعة واحدة، هل قمتم باختبارات سلامة على جسم الإنسان؟ يعني هذه السرعة الفائقة ألا تؤثر على جسم الإنسان بأعراض جانبية أو مثلا على المدى الطويل لاستخدام هذه التكنولوجيا؟ So the speed we're going is fairly similar. بالنسبة إلى هذه السرعة، أن هذه السرعة تشبه السرعة المرتفعة لأي طائرة، وبالطبع نحن كنا قد اختبرنا ذلك في نيفادا حيث نقوم بوضع التصاميم الأولية والنماذج الأولية، فنحن نعمل فقط منذ سنتين ولكن تمكنا من أن نختبر هذا عبر محطاتنا للاختبار، ونحن نعمل على التأكد من كل ما ذكرته، فنحن دون أدنى شك أيضا وضعنا مكينة أو مركبة ذاتية القيادة داخل أنبوب، والهدف من ذلك كان أن ننقل هذه المركبة إلى مركبة ثانية، وأتت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتبرم هذه الاتفاقية معنا لنقل التكنولوجيا إلى دبي. توقيعكم هذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي هي تعتبر أول اتفاقية تبرمونها في إنشاء مثل هذا القطار، حدثنا عن هذه الاتفاقية، متى ستبدأون العمل عليها، كم سيأخذ مدة المشروع حتى الانتهاء منه؟ Yes, so we came to Dubai for. نعم، لقد زرنا دبي قبل سنة وبدأنا بالتواصل مع هيئة الطرق والمواصلات، وكنا قد عملنا قبل ذلك مع موانئ دبي العالمية، وبالطبع نحن نختبر كنا إيجاد الحل للحاويات في جبل علي، وبعدها تواصلنا مع هيئة الطرق والمواصلات وأيضا مع مؤسسة دبي للمستقبل، وبناء على ذلك تمكنا من أن نعمل مع الطرق والمواصلات في الشهرين اللذين أمضيناهما هنا، تمكنا من التواصل لهذه الاتفاقية بعد دراسة جدوى مفصلة. نحن نرغب بهايبر لوب 1 أن تصل إلى الإمارات، كيف نفعل ذلك؟ هذا ما طالبوه منا، ما هي التكلفة، ما هو الوقت؟ وفعلا مع مؤسسة دبي للمستقبل تمكنا من أن نحقق ذلك، قدموا لنا النفاذ إلى كل الأشخاص الذين نحن بحاجة للتواصل معهم، ونحن نعمل على كيفية إنشاء هذا النظام. هذا النظام النقل السريع الأول في دبي يربط دبي وأبو ظبي وحتى دبي ومنطقة الخليج. هل قمتم باختيار الطرق التي سيبنى عليها؟ هل هناك نوعية مواد مستخدمة تختلف مثلا عن الطائرات أو عن القطارات العادية؟ بالنسبة إلى الطرق التي اخترناها فإن هذه الطرق كانت تركز على المراكز الثقافية، المراكز التجارية بين دبي وأبوظبي، وهذا النظام سيبدو بهذا الشكل وطريقه ستكون بهذا الشكل. وبالطبع نحن قد حصلنا على الكثير من المعلومات والمدخلات من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونحن اليوم نعمل على جمع المعلومات حول مسار والطرق التي يسلكها المواطنون والمقيمون للتنقل بين دبي و أبو ظبي، وبالطبع نحن نستخدم المعدن، وبالطبع هذه المواد كلها متوفرة ويتم استخدامها، والبنية التحتية في دبي قوية جدا تسمح لنا بأن نستخدم هذه التكنولوجيا، فالمباني والبنية التحتية قوية جدا في الإمارات وفي دبي تسمح لنا بأن نطبق هذا النظام هنا. إذا ما كان هذا مشروعكم الأول، أين سيكون المشروع المقبل؟ أي الدول ستتوجهون إليها بعد الإمارات؟ يبدو بأننا كنا نعمل فقط في الدول التي لديها مناخ بارد، نحن نعمل في اسكندنافيا وفنلندا وهم يريدون أن يربطوا بين ستوكهولم وهلسنكي، فلذلك نحن لدينا بعض الموانئ وبعض المشاريع التي سوف نعمل عليها معها ومع روسيا أيضا وأخر في لوس أنجلوس. هذه المشاريع التي نعمل عليها، نحن نتقدم في هذه المشاريع، وبالطبع نحن في مرحلة الاختبار والعام القادم سوف نشهد تنفيذا، لذلك الجميع سوف يتأثرون بذلك، سوف يشتمون رائحة الهايبر لوب وسوف يستخدمونه في كافة أنحاء العالم. هل ستكون على يدكم نهاية عصر الطائرات؟
I don't think we'll end the use. لا أعتقد بأننا سوف ننهي عصر استخدام الطائرات، ولكن بإمكاننا فعلا أن نحقق تغييرا كبيرا. عندما نظرنا إلى مطار دبي ومطار المكتوم وحتى مطار أبوظبي، بإمكاننا أن نربط كل هذه المطارات ببعضها البعض في غضون 10 دقائق، فبالتالي تصبح هذه المطارات ذات استخدام فائق. تخيل في لندن بإمكانهم أن يزيدوا مدرج يوصلهم إلى هيثرو، وبالطبع هذا ما نعمل عليه. أشكرك جزيل الشكر سيد جوش غايكول المؤسس المشارك لشركة هايبرلوب وان، شكرا جزيلا لك. Thank you for having me. مشاهدينا، يدرس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي دفع مستحقات القطاع الخاص مع نهاية العام الحالي، وأقر المجلس في اجتماعه إلغاء مجموعة من المشاريع التي تقدر قيمتها بنحو 1 تريليون ريال. المزيد في سياق التقرير التالي. منذ بداية أزمة النفط في منتصف العام 2014، والقطاع الخاص السعودي يواجه الكثير من الضغوط والأزمات بسبب خفض الإنفاق الحكومي وتأخر دفع المستحقات. السعودية أدركت هذا الأمر أخيراً، فبدأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في دراسة دفع مستحقات القطاع الخاص بنهاية العام الحالي 2016، والتي تقدر قيمتها بنحو 80 مليار ريال. قطاع الإنشاءات السعودي كان الأكثر تضرراً من الإجراءات التقشفية التي اتبعتها الحكومة السعودية لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية. تأخر دفع المديونيات لشهور تسبب في تصدع كيانات عملاقة كسعودي أوجي التي لم يتقاضى الآلاف من موظفيها رواتبهم منذ شهور. أيضاً شركة بن لادن أكبر شركة مقاولات سعودية، والتي قامت بتسريح أكثر من 70,000 موظف، بالإضافة إلى أكثر من 3,000 شركة مقاولات صغيرة أوقفت أعمالها بسبب تأخر الحصول على مستحقاتها. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يعمل منذ إنشائه على رسم الكثير من ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي وضبط الإنفاق. ومن هذا المنطلق اتخذ المجلس قراراً بإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشروعات تصل قيمتها إلى 1 تريليون ريال، حيث رأى المجلس أن تلك المشاريع لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد المرجو منها، ولن يكون لها أي أثر واضح على دعم النمو الاقتصادي للبلاد. الأوساط التجارية والاستثمارية في السعودية أبدت ترحيباً كبيراً بالخطوة التي رأت فيها نقلة جديدة للنشاط الاقتصادي للمملكة. نهاية جلسة الأعمال لهذه الليلة مشاهدينا، أشكر لكم حسن المتابعة. لمزيد من التفاصيل تابعوا cnbcarabia.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.